تساهم الجامعة الجزائرية عامة في تطوير قدرات الطالب وتحفيزه وفتح آفاق جديدة أمامه للبحث والتقصي، وهذه الثلاثية لا تقوم إلا على دعامة العقل والتجربة والواقع. وجامعة ورقلة من بين الجامعات الرائدة في صناعة العقول النيرة وإعداد جيل من الباحثين والمخترعين المؤهلين لخوض معركة البناء والتشييد. اكتشفت عدسة كاميراتنا الشاب والطالب المخترع طالبي بلال من جامعة قصد مرباح بورقلة، وعادت لكم بالبورتري التالي. طالبي بلال من المواهب التي تفتخر بها الجزائر، ومن العقول النيرة التي تشربت من منابع جامعة قصد مرباح وتطورت في كنفها. هو الطالب المتميز والمتفوق والشاب الطموح الصبور والمخترع الذي لا تقف أمامه الحواجز ولا الصعوبات. حلمه تجسد في الواقع وتحول المجهول والصعب إلى حقيقة ملموسة ومجسدة في الكثير من الاختراعات. هذه الاختراعات هي ثمرة جهد وكد ومثابرة، وهي أيضاً اختزال لسنوات التكوين والدراسة في مقاعد جامعة ورقلة. طالبي بلال المخترع الشاب من مواليد سنة 85 و900 ألف ببرج بوعريريج، زاول دراسته في مسقط رأسه، تحصل على شهادة مهندس تطبيقي في الأشغال العمومية بالقبة الجزائر، نال شهادة البكالوريا للمرة الثانية في جوان 2009، والتحق بجامعة قصد مرباح كطالب جامعي جديد في قسم المحروقات نظام الكلاسيكي. يسعى بلال طالبي إلى التوفيق واستغلال كلا التخصصين اللذين تكون فيهما ليقدم أحسن المنتوجات العلمية. يتميز بلال طالبي بالسلوك الحسن والانضباط والمثابرة، فهو الطالب والباحث والمخترع الذي شهد له محيطه الجامعي بتواضعه وحبه لتخصصه واحترام زملائه. يعيش بلال طالبي حياة الطالب العادية، يتنقل يومياً بين قاعات الأعمال التطبيقية وقاعات المحاضرات والإقامة الجامعية والمكتبات، في حين يقضي غالبية أوقاته في الورشات دون أن يشعر بعامل الزمن والمكان، لأن همه الوحيد إنجاز مشروعه الذي أخذ منه الصبر والوقت والجهد. وعن فكرة المشروع وأسباب القيام به يقول طالبي ما يلي: هي فكرة جات كما كنا نقراو في ليكيبمون دو برودكسيون مع الشيخ غربي، وين حبيت أنا نعطي الموتيفي لي زيتيديون إن ماكيت باك تعفوي سامبل، وين جبت أنا صندوق في بلاصة لي زيربوار هذاك لي طونش هذاك، كان عندي أنا صندوق باك تاع حطب بالزجاج كنت داير فيه التراب ونبيبيتو بالويل شغل روش لي زيربوار هكذا، ودرت لا كروا فان ميتريس انفيريور سيبيريور تدوبي هذا مكان. وبعد عجبو استحسنوا شي غربي، كانوا زيتيديون يشوفوا هكذا خرجوا شويه عطاو نظره شويه، جاتهم نظره شويه من مش غير نظريه هكذا، شافوا حاجه براتيك بار اكزومبل اليابان وهذه شافوا مجسد تاع. وبعد جا المعرض تاع الكتاب بنا كومونسيو بطرفيا، حطيت في المعرض تاع الكتاب هذاك جا تاع الوالي وهذا، كي شافوا الشيخ بوطرفيا عجبو قال لي شاف لي بياس هكذا معلوم، كان هذه لابارتي باك، كانت لابارتي هذه من باك هذا واش كنت مجسد باك نموذج باك موسى. وبعد كي شافوا بروفيسور بوطرفيا قال لي مال الموتور هذا وكذا مغض الموتور تاعك لازم تجيبونا يمشي بير لازم تجيبوه يمشي. ديك انا يسمى وليت كرييت لو انرجي ارتيفيسيال لهنا بالكومبريسور وريزيرفوار
دو ترانسميسيون وليت خممت في السيركوي تاع الانجيكسيون كيف نكري الكونترول تاعو وانا ندير دي ديتيكتور لي لومب وليت كيف لازم ماسوسي ان بيرميون كاتاليزي يعطي لي كاركتيرستيك لابروش ريزيرفوار وهاش الفكره يعني ناجحه. استطاع بلال بفضل ارادته القويه وحبه للتميز والتفوق ان ينجز اله يستفاد منها في الشق البيداغوجي من خلال حمل الطالب من الجانب النظري المحض الى الجانب العملي التطبيقي، هذا من جهه، ومن جهه اخرى استغلال الاله في عمليه التصنيع. والاله التي اقدم بلال على اختراعها هي اله تصلح لكشف خصائص الصخرة البترولية وتحديد خصائصها الفيزيائية، وهذه الأخيرة بحسبه تسمح بتحليل نوعية الصخرة البترولية دون الحاجة إلى وضع معدات ضخمة في الحقل البترولي، والتي يمكن أن تنجم عنها مخاطر كبيرة نتيجة الضغط العالي وما يترتب عنها من حوادث الانفجار. وعن القيمة الاقتصادية للآلة، فإن هذه الأخيرة حسب ذات المتحدث تضمن السلامة والحماية لمستخدميها وتقلل من الأعباء المالية. وضماناً لمصداقية الاختراع وتفعيلاً لقيمته الاقتصادية وحماية حق المخترع، تمكن الشاب والطالب بلال طالبي من إيداع اختراعه بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يوم 4 جانفي 2012، وبذلك يدخل سجل المخترعين من بابه الواسع وهو في ريعان شبابه وطموحه. اختراع العام سجل دوكا في لينابي تاع براءة الاختراعات لانستيتي ناسيونال الجيريان دو لا بروبريتي اندستريال تابع لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار. سجلتو عنده لو ديبو تاعو لو 4 جانفي. وين لقى يعني استحسنوه قبلوه ومام كونتاكتيو مع كانال الجيري عندهم بروغرام تاع الاختراعات وهذاك عرضوني في كانال الجيري عجبوني اون ديريكت وفي تاع البهجه الجريده تاع الشاهد جات صورت الاختراع وشكروا الجميع يعني استحسنوها بلي راها تنتج وراها مش حابسه يعني خدمه. كاين مشروع واحد اخر وين يركلو في 3 اباراي وين يميزيري لو فوليوم توتال فوليوم دي سوليد و لا دونسيتي و لاباراي الرابعة اللي فيها هي في ذات اختراع وين يعطي لا ديسيبلين تاع لا روش ريزيرفوار في ال في ميليو ويلو و ميليو ساتيريونو. أعرب المخترع بلال طالبي عن أهمية الآلة محل الاختراع في مرحلة ما بعد الحفر والاستكشاف، كونها تساهم بشكل فعال وكبير في تجهيز البئر البترولي بالكشف عن خصائصه عوض الآلة المستخدمة حالياً في نفس العملية، ويسعى جاهداً إلى عرض اختراعه على مؤسسات بترولية لاستغلاله. سلطت وسائل الإعلام بدورها الضوء على الشاب المخترع، فنزل ضيفاً على كانال الجيري إذاعة البهجة، كما كتبت عنه عدة عناوين وطنية ومحلية بعناوين بارزة: الشاب المخترع من جامعة ورقلة. شارك بلال طالبي في معارض متنوعة، منها المشاركة في الصالون الدولي بحاسي مسعود لموردي المنتجات والتجهيزات النفطية باختراع هو الأول من نوعه، وكذلك الجزائر العاصمة ومناطق أخرى. في الأخير توجه بلال طالبي بكلمة شكر وعرفان إلى كل من ساعده في إنجاز مشروعه العلمي هذا، على أمل أن تتحقق أمنياته وأن تؤخذ اختراعاته بعين الاعتبار. طبعا هذا الإنجاز كان بمساعدة الأساتذة المشي غربي تاع ليكيبوم دو برودكسيون رئيس قسم محروقات كما الأستاذة مسؤولة الورشة تاع الميكانيك، وين نجينا دائما الورشة مفتوحة وين نبراتيكي ندير لوبينتير اكسيتيرا هكذا، وكان دعم الأساتذة الآخرين في
برودكسيون باغ اكزومبل كوليكتي سيباراسيون وين عطاوني دي زيد كيف تاع الدياغرافي باغ اكزومبل ميسيون صباح هو اللي عطاني كيما الدوزيام اختراع الدوزيام هذاك كان في غير دوز اباري باك هو اللي كوراجاني زدت اباري واحد اخرى وبعد زاد عطاني فكره كيما تاع هذه الديسيبلين تاع لاروش هذه اونتر ميليو 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 ساتيري اونو هو اللي زاد عطاني الفكره باش كريت ان سيستيم واحد اخر سيميلار مع تاع شيما دانفاسيون